وللحديث عن زيارة وفد حكومة السودان إلى واشنطن للتوسط لتأجيل تطبيق النظام الجديد الذي فرضه البنك الفيدرالي الأمريكي، معنا من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية سيد علي الصاحب. مرحبا بك معنا سيد علي. أهلا ومرحبا، حياكم الله. إلى أي مدى يمثل ما حدث خلال الزيارة خيبة أمل لحكومة السودان التي كانت على ما يبدو تتوقع تأجيل تطبيق النظام الجديد الذي فرضه البنك الفيدرالي الأمريكي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مسائية لك ولجمهورك ولجميع المشاهدين والعراقيين. حقيقة يا رد، الفيدرال الأمريكي ليس ببعيد وليس بغريب، هي حاولت أو أوصلت معلومة قبل هذا الوقت في لقاء اسطنبول الذي جرى على سرعة يمكن لم تتجاوز 15 دقيقة. الوفد الأمريكي قالها بالحرف الواحد: نحن مصرون على هذه النقاط الثلاث، اسمعوها وعوها، أفضل من أن تكون هناك خطوات ربما تضر بكم جميعا. الخطوة الأولى هو إيقاف تحويل أو تهريب العملة إلى خارج العراق، إلى دول الجوار، إلى دول المنطقة، إلى جميع البلدان الخارجية. ثانيا، تقديم أسماء من حاول أو من قام بهذه السرقة وهذه الحوالات الوهمية. وثالثا، وهذا ما أكدت عليه وهو الأهم، هو نصب النافذة الإلكترونية أو ما يسمى بنظام السويفت على جميع مراكز الحوالات والمصارف. وبالمناسبة حتى نكون صادقين، عفوا، هذا النظام ترى هو نظام متبع في جميع البلدان، وهو أشبه ما يكون يعني تقديم معلومات وافية عن الحوالة لمن تذهب باسمان، يعني قاعدة بيانات. لكن المشكلة وين يا سيدي العزيز؟ المشكلة بما أنه الدولار دا يهرب بطريقة لا رسمية ولا شرعية، فتحاول الحكومة أو من على هرم السلطة أن يأخذ فترة أطول كما فعلها الكاظمي سابقا. لكن بالنتيجة الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي أصر إصرار على أنه لا تمديد لهذا الوقت، وبالتالي لن يستطيع العراق اليوم بتحويل أمواله بدون نظام سويفت القادم، لا محال. نعم، إذا بدأ يعني جعل ذلك الحكومة، حكومة السودان، تبدو مسلوبة القرار وعاجزة عن المطالبة بالأموال العراقية في البنوك الأمريكية، وهذا طبعا ما جاء على لسان وزير الخارجية فؤاد حسين. يعني بكل تأكيد القاصي والداني يدرك تماما بأن حكومة السودان ومن سبقها وربما ومن سيلحق بها هي مسلوبة الإرادة من الداخل ومن الخارج. نحن اليوم نعيش في صراع الأجندات، في صراع الولاءات. هناك كم هائل من التيارات في الداخل لها ولاءات في الخارج، وبالتالي الرجل مهما حاول ومهما قدم هو لا يستطيع حتى كشف المستور. يعني الله يكون في عون الرجل أمام خيارين كلاهما مر، هو لا يستطيع حتى تنفيذ مشروع، وإن كان ما قدمه في مشروعه الوزاري كان جيد، كان لديه أفكار ورؤى حقيقية، ولكن هذه الأجندات التي يعرفها الجميع لن تجعل من السوداني بطلا قد ينتخبه العراقيون في المرحلة القادمة. اليوم المشكلة القائمة في العراق هي مشكلة سياسية فوق كل شيء، حتى في المجال الاقتصادي السياسة واضحة. أي نجاح للسيد السوداني معناه أنه ضمن وجوده أو ضمن نجاحه في الانتخابات القادمة، تسمعني أستاذ؟ نعم نعم. وبالتالي هو كلما يعمل أو كلما يريد أن يخطو خطوة بالاتجاه الصحيح يظهر له شركاء من داخل العملية السياسية يريدون أن يوقفوا هذا النجاح. يعني كما نقول ونعلنها دائما، المنظومة السياسية فاسدة وفاشلة، وهي تريد أن تفشل حتى من يترأسها وإن خرج من رحمها. نعم أستاذ علي، إذا كان رئيس الحكومة يعرف أن الأموال تخرج من العراق ويبرر ذلك بأنه يحصل في كل البلدان وخاصة البلدان التي عملتها منهارة كما هو الحال مع إيران، كيف يتوقع أن يتعامل الأمريكان معه في الحقيقة؟ هذا سؤال برسم الإجابة، بالإضافة إلى عدم مكافحة الحكومة لهذه المسألة بطريقة صحيحة وواضحة.
يعني فعلا ما قاله سيد السودان الصحيح، كل الدول تسعى إلى أنه تستفاد من دولارات من دولار الدولة المجاورة، خاصة إذا كانت تحت نظام ضعيف مثل النظام العراقي. ولكن السؤال المطروح على الساسة العراقيين، يا ترى هل فضلتم مصلحة الخارج على الداخل؟ هل وصلت الأمور، وصل العهر السياسي إلى مستوى أنه من الداخل يساعد بتهريب أمواله، وهو يعرف ويعلم علم اليقين بأن العراق يحوي على أعداد هائلة من الفقراء، من البؤساء، من المحتاجين، لكن بالنتيجة ما تقدر توقف هاي عمليات التهريب. أنا أقول لك يعني هسه اليوم الولايات المتحدة، ربما يعني وزارة الخزانة الأمريكية، وبالمناسبة وزارة الخزانة الأمريكية تختلف عن الفدرال الأمريكي، وزارة الخزانة الأمريكية مؤسسة عسكرية، ولكن قد لا يعلمها لا يعرفها الجميع، ربما ستضع يعني تضع خلينا نقول نقاط تفتيش على الحدود، على المنافذ الحدودية، تضع حتى مفارز من الكيناين، تأتي بأجهزة رقابية مشددة، لأنها تدرك بأن الحكومة غير قادرة على مسك الأرض، غير قادرة على عملية تهريب العملة. اليوم الدولار يهرب إلى أكثر من 5 بلدان، ودعني أقولها بصراحة، على رأسهم إيران، تركيا، لبنان، ربما سوريا، ربما حتى الإمارات، دول كثيرة تحاول أن تهرب لها، هناك مجاميع، وهناك ربما شخصيات تستفاد من هذا الدولار وبعدين في التعامل. لكن الطافح على السطح أن المبلغ الأكبر يهرب إلى إيران، وإيران تحتاج الدولار العراقي ولديها تواصل. اليوم انظر إلى الإشكال الذي وقعنا به جراء تهريب الأموال، وجراء ظهور أو ما أو فرض نظام سويفت على العملات العراقية. اليوم بدأ التاجر العراقي يتخوف حتى من حوالة، إذا حتى وإن كانت قانونية، لأنه بمجرد الحوالة ستأتيه الضرائب وستأتيه الضغوطات ويأتيه الابتزاز، وبالتالي توقفوا حتى عن الحوالة. يعني احنا قد تكون لدينا خزين من المواد الغذائية والأساسية، ولكن أنا على يقين بعد مرور كم شهر راح يصير عندنا شحة بالمواد، لأنه التاجر. أشكرك أستاذ علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية، كنت معنا من بغداد. شكرا لكم، حياكم الله. شكرا.